في البداية وينك الأعمال رمضان؟ هل غبتي ولا غيبوك؟ غيبوني. شنو السبب؟ ما أدري، نجاح يمكن، تفوق يمكن، تصدر أقدر أقول. يمكن يكون خلافات؟ نعم، ما عندي خلافات. ما أثرت خلافاتك؟ ما عندي خلافات مع أحد، أنا نهائيا ما عندي خلافات. ليش دائما المنتجين والمخرجين يرددون هذه الكلمة في أوساط الوسط الفني؟ هند لسانها طويل. لسان الحق دائما يوصف بأنه إنسان طويل. لما يكون أنت تكون أنت على حق، ما حد يبي، لأنك أنت عندك القوة، أنت على حق، فدائما يقولون عنك أنت لسانك طويل. بس أنت ما كنت كذي، يوم أخذت الماجستير صرت شخص آخر. لا لا لا، طول عمري كذي سعود، تتعرفني من سنين، طول عمري كذي، طول عمري ما هم يقولون. أنا ماني شغل. أي هم يقولون وأنا أرد عليهم، وأنت موجود وشاهد تعتبر. طول عمري بالحق يعلى صوتي. وايد في نقاد، إيش معنى هند البلوشي؟ شنو إيش معنى هند البلوشي؟ ليش دائما آرائك تزعجهم؟ لأن الفنانة والناقدة ما يجتمعون وأنا جمعت. في البدايات يعني كنت تنتقدين الأعمال بشكل كبير، ولكن لاحظت في آخر سنتين في تراجع في الآراء وطخيتي وصار في. لا، ما عندي وقت أتابع، وللأسف ما حد قدر نقدي أو مقالاتي النقدية، لأن يعني لو ترجع وتشوف مقالاتي اللي أول ما خذيت شهادتي وبديت أكتب عن الأعمال وأشوف وتابع من وقتي، ترى أنا قاعد أتابع فوق 15-20 مسلسل، وأشوف هذا وأشوف هذا وأشوف هذا وأشوف هذا عشان أكتب. لو ترجع تقرأهم أستاذي راح تلقى أن كل نقد بناء، ما عندي أحد. من اللي تقصدين اللي تبينه يأخذ بآرائك؟ يأخذ بآرائي؟ أي من اللي تبينه يأخذ؟ ممثلين، منتجين، مخرجين، منه؟ حبيبي أنا اليوم ناقدة، أنا داعمة للفن، أنا أبحث عن الارتقاء على كل المستويات. خطابي موجه للجميع، لما أي أكتب مقال في مخرج فهذا الصوت للمخرج، لما أكتب في فنان فهو للفنان، لما أكتب في منتج فهو للمنتج. أنا ما عندي شيء. ما كتبتي مدح؟ أنا قد أقول لك لو ترجع تقرأ مقالاتي كلها نقد بناء، ما يبون بناء، ما يبون أنا أمدح فنان وأقول إنه هو تطور وإنه go ahead. النقد وجد للارتقاء مش للهدم. أنت لو تلاحظين كررتي ما يبون ما يبون، من اللي ما يبي؟ كلهم ما يبون، ما يبون فنانة زميلة تعطي رأيها بأدائي ولا نصي ولا بعملي. يعني مو معقول يقولون طقني بسنابها وتبيني أمثل معاها عادي كنا ما صار شيء. ما طقيت أحد بسنابي نهائيا. خسرتي فنانين من نقدك؟ مو بمعنى الخسارة، ما حد، لأن أنا مدحت سعود، ما حد. يعني في ناس دقوا علي شكرا، في فنانين دقوا شكرا وايد حلو اللي كتبتي عني، قلت لهم تستاهلونه. لما سألت هذا السؤال في الجامعة كان ردي إن أنا عندي كيانين، وأوريدي أنا مدرسة لغة عربية، فأنا لما أخذت النقد ما كان هدفي إن أنا أي أطق ربعي، أنا هدفي إن أنا أخذ شهادة أقدر أدرس فيها جامعة الكويت في مجال اللغة العربية، سواء كان في الجامعة سواء كان في المعهد، أي مجال في قسم نقد أنا راح أكون دكتورة في هذا القسم. شكراً. أنت حابة تعدلين على ذائقة الجمهور؟ أعدل؟ مش بمعنى أعدل، خلينا نقول أطور من الذائقة، أرتقي بالذائقة، أقدم نوع جديد. اليوم يقولون خلينا نشوف شنو الجمهور يبي، ليش شنو الجمهور يبي؟ أنا موجود علشان أجيب الجديد حق الجمهور وأوريه شيء حلو وأرتقي بذائقته. عشان كذي نقدر نقول أن تراجعت مبيعاتك في المسرحيات؟ ما تراجعت مبيعاتي. أنا مش قاعد تقدمين الشيء اللي أنت تبينه، مو للجمهور يبي. لا لا لا، أنا مسرحياتي انبعت في كل مكان، مسرحياتي انعرضت في السينما.